السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا الضجة اللي صارت البارح، رضا عباس كان يقولوا انت شكون، كان يقولوا من، كان يقولوا من كان. رضا عباس رئيس قسم رياضي بجريدة الخبر، يعني من حقه يهدر، من حقه يهدر، مش اليوم راه يهدر هذا. مشي تم يخرج هذاك بوكلاب ولا خرج هذاك تاع الجمعيه تاع المخنثين، يعني باش خرج رضا عباس يهدر. رضا عباس وين دافع، عنده الحق، دافع على روحه، دافع على المهنه تاعو كصحافي. يعني خاطش عليه ضروك لازم الصحافي كيما مهدي كمال يهدر ويقول الماتش يتعاود، هذاك زعيم وطني. بصح اللي يقول لك لا البارتيه راكم غالطين يا الشعب، بارتي غادي ما تعاودش، هذاك خائن. بغيتو كيما هكا، نتوما بغيتو كيما هكا، بصح مكاش، مكاش كاين، مكاش كاين مباراه غادي تعاود. مشاكرا راه يهدر، مشاكرا نقول لكم، مش عنده رئيس الفيفا يرقص مع مدامه. انا ما خاصنيش رئيس فيفا يرقص مع مدامه ولا راقد مع مدامه. انا خاصنا نقول شنو خاصنا قلت لنا باللي عندي فيديو نهار الاول، قلت باللي عندي فيديو قاسام ايطو يمثل قاسامه في الدراهم. يا خويا احنا رد كيما هكا، خلينا نطيحوا على الصحافه تاعنا اللي ما بغاتش تعاون الملف الثقيل، وقاسامه يوقف عند الاخرى. هذه هي. احنا شوف، انا نقول لك، انا نوجه دروك، نوجه رساله المدرب هذه تاع المناظره، وتقول لهم عيطوا لي ذاك الصحافي ندير معاه مناظره ولا ندير مناظره مع الصحافه. هو لا باي عبود يقول لكم يا خويا انا المناظره ديرها مع سونغ، انا ما نعرف سونغ، سونغ ما يعرفنيش، انا يعرفك انت، دير معاه مناظره كيفاش ربحك وكيفاش ربحتو في الكاميرون، كيفاش عاود ما خلاكش تروح الحاجه اللي تبغيها في قلبك، ما خلاكش اديها لك الحيه اللي كان في قلبك، اديها لك سونغ. انا خويا دير مناظره، عيط للونترينير تاع اوغندا ودير معاه مناظره. انا ما ديرليش مناظره مع الصحافه، احنا ما هذه كاع مكاش، هذه اول مره رانا نسمعوا فيها، هذه اول مره نسمعوا فيها مناظره مع الصحافه، هذه مكاش. هذه شنا الرياس يديروا مناظره، مناظره والصحافه تطرح اسئله وراهم يهضروا، هذه هي المناظره. مناظره مدرب مع صحافي ولا مدرب مع مكاش، هذه مكاش، هذه مناظره ديرها، عيط وغدا قول له راه ندير معك مناظره بوكس، قول له غادي من بعد غادي مكاش. هذه انا لو الشيطان، لازم مدرب يقعد مدرب بركا. شوف انتوما بسببكم هذه الصوالح مصاريين، تا مدرب الهافي قلتها لك يا صاحبي، قلتها لك في مارس النهار اللي روحت بيت تلقى الرئيس، قلت لك راك دخلت في امور لا تعنيك، امور لا تعنيك، عاد فماك لي حطيت على روحك داله، امور لا تعنيك دخلت فيهم ما تعنيكش كاع، امور لا تعنيك دخلت فيها. انا نقول لك بالتالي كاع دخلت فيها، دخلت روحك في حي، دخلت الغاشي، دخلت الناس كاع دخلتهم، يعني الاضعاف الاتحاديه درتو كلش. انا اللي نقول لك يا ودي لها في الميدان تاعك برك، ما تفتح في جبهات وتبلع في جبهات، وتحاول صحافي من حقه يسقسيك ويقرا الاجابه تاعك، صحافي من حقه يسقسيك ويقرا الاجابه، ماشي اللي يقول لك انت، يقول لك غلط، تقول له هيا انت عادو، ولا كاع الصحافه حاشا ما يستاهلهاش، ولا الناس شكون هادو سبعه، شكون هادو خيان سبعه. انا والله نقرع عليك تقول هادو سبعه خيان شكون، وصحاب مول القرعه تاع الريحه، قرعه تاع مول الكرافات، مول السبته، مول السروال، مول البيستا، مول القمجه، شكون هادو؟ والله انا بصح شكون هادو؟ هذي كلام شعباوي. في راني نعاير 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 نعاير، كي ينوض واحد نقول له لا مانيش عليك، شكون؟ تنوض قهوه كامله ولا ينوضوا 100 بنادم في عرس، لا مانيش عليكم، على من راني؟ على من راك؟ وعلى من راني؟ وعلى من؟ يا انا الشيطان لونترينر لها بخدمتك وصاييك، وين تكون منارفي ما تجيش، الا راك منارفي ما تديش ندوه صحافيه، دير ارسل المساعد تاعك يهدر وصاييك، وانت رياح تخدم وصاييك.
هذه تصفيه حسابات منا قسم منا شعبوية هذه راه الشعب كمصري من هذه تاع قصف الصحافي ها قصف منا بقاو غير هذوك مساكين هذوك في اليوتيوب تاع قصف ها هذا مكان الناس كرهت الناس راه تشوف لي باج كبار الناس كرهت نبقاو احنا يا قصف اقصف منا هذه انا خاصني بين تاهل لا الهضره اللي تهضر فيها تقول بين المدومي فينا كوب دي موند تقول رانا متكاليفين دومي فينال كوب دي موند تقول غدوه تقول غدوه ان شاء الله باين نلعبوا دومي فينال مع البرازيل بركاسي مع انت قسيت انت فشلت انت فشلت مرات في شهر في مده تاع شهر خسرت خطرات سي محمد بكيت الرجاله سي محمد الرجاله بكات سي محمد خاطر انت خدمت خدمه تاع راسك ما خرجاتك شيء مالك راه هذو الحقيقه سبحان الله وين قال لهم تلقيت رسالة من بالماضي لحضور ندوة صحفية لكن رفضت ذلك حتى أحافظ على صورة البلاد ولا أدخل في شجار على المباشر معه بسبب إصراره على إساءة الإساءة للصحافة يعني هو قالوا له رواق عيط له عيط له يجي عيط له قول له يدخل قول له يجي في طنطيح عليها كانت غادي ما تسلكش هي هذاك فين يمشي ساهل له هذاك رضا عباس فينك مشي ساهل ما كانش غادي تسلك بالك حسب الناس كاع كيف كيفهم كاين اللي حاس كاين اللي قلبته تاع كاين اللي قلبته تاع وتشر حاسبها حاسبها دعوه الخير وهي دعوه الشر تروح تهضر مع صليب انا ما فهمتش تشوفوا انتوما لكم قصافة دار انتوما على رقبتكم راكم تشوفوا انتوما المدربين تاع المنتخبات راني هضروا الهضره كاين ذي الهضرة كيما مكاش والله ما شفناها ما شفناهاش بكري هنا غير هنا كنتو تتبعوا ندوات صحفية تاع مدربين ما تتبعوهاش والله ما على بالك بها كاع الناس راه حتى يبغوا يسمعوا التفاهات على بالك خدم صاحبي خدم وكاليفي وجيب كوب دي موند وكوب دور تا كوب دي موند جبتها في الارامسي انا شفت كوب دي موند جبتها في الارامسي كوب دافريك الزوجة جبتها في الارامسي انت شناك هدرت في الارامسي بصح في التيره ما كان والو روح دير مناظره مع لي دق دقوك روح دير مناظره مع تاع سيراليون روح دير مناظره مع تاع غينيا استوائيه المدرب روح دير مناظره مع تاع الكوتيفوار دير مناظره مع سونغ هاودي بلادهم الناس كان اللي تهدر راسي محمد وين جانا وين قال له اظن ان كل صحافي لديه عزه النفس خلينا نشوف كل صحابي بصح كاين هذه نقول باللي كاين الرخاص يعني شكون يقبل انت يا واحد من يقبل تا واحد يعايرني ما نقبل واحد يعايرني انا اللي يعايرني نطيح له نورمال اللي يعايرني نطيح له انا يعايرك انت يعاير غاشي انت يعاير غاشي الناس احترماتك بصح غادي تطلق عليك حذاري ثم حذاري نتا لونترينير حذاري ننصحك خاص توالي غادي كاس نهار يخرج واحد صحابي يخرج يخرج ما يكسب يا دروك انتو دروك انا ما فهمناش اظن ان كل صحابي لديه عزة نفس يتقاسم هذا الشعور مع كل ما يقوم به هذا المدرب من حركات بهلوانية وسينمائية في المؤتمرات الصحفية ستجد القاعة مليئة بمبتدئين يمارس عليه دور مربي في روضة الأطفال نقولها لك ونركز على عملك في الميدان وانسى الصحافة تنساك وستحقق إنجازات كبيرة مثل ما حققتها في السابق لأن أحد الأسباب تراجع المستوى هو تشتت تركيزك يمينا وشمالا ودخولك في صراعات وهمية سممت المحيط المنتخب وأبعدتك عن الهدف اللي كنت تحلم به وإذا لم يعجبك مستوى الإعلام في بلدك أقترح عليك حل يعني سحري تبرع يعني تتبرع بأجرة شهر واحدة فقط لإنشاء جامعة خيرية في شكل أكاديمية تدريب الإعلام
واجلب أحسن المكونين من داخل والخارج ليدربوا هؤلاء الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في تلقي التكوين التطبيقي حسب المعايير الدولية. السلام عليكم.